يا أخرس. أخي كيفك؟ أصلي حبيبتي. لا توقف. كيف ما بدي وقف لحبيبتي؟ شبك أخي؟ شو صاير لك؟ منيح أنا منيح، لا تخافي. عادي أصلي عادي. شو بدك، شاي ولا قهوة؟ هلأ مو المهم لا الشاي ولا القهوة، المهم أنت شو اللي صاير فيك؟ ليش متضايق وشو هالحالة هاي؟ ما فيني شي أختي، الجو حلو وقلت بجي بشرب لي كاسة شاي بما أني مبسوط بحياتي وماني مزعوج. شوفي مثلاً، طالبين هون نكتب كنية الشخص يلي بالصورة. إذا رح أكتب عديم الشرف الفراغات ما بتكفي. أخي الله يخليك لا تخوفني عليك، قول شو عم بيصير معك، فهمني القصة. ما تخافي أختي، أنا منيح ومو صاير معي شي. الموضوع أني تقلعت من الوظيفة يلي عم بحلم فيها من لما كنت ولد. كيف؟ لأنه أنا ما قبلت بيع أخلاقي وضميري وكون مجرد لعبة عند واحد واطي تقلعت من الشغل. بجوز عملت غلط صغير أو حتى غلطت غلطة كبيرة، بس هاد ما بيعني أني حدا سيء بيستاهل يتقلع. أنا مو حدا بلا ضمير، أنا شريف. كيف تقلعت من الشغل؟ كيف استغنوا عنك بالشرطة؟ شو الموضوع؟ قال أنه أنا ضربت زلمة وكنت رح موته وأنا ما بعرفه. شفتي؟ الضابط جيم خلاص خلاص انتهى، قال رح انفصل من الشرطة ولازم جهز حالي للي جاي. بس دقيقة، اللي مين الشخص اللي قالوا أنك ضربته لدرجة الموت؟ ما قالوا لي مين، ما قالوا لي الاسم. الموضوع ببساطة قالوا له خد مصاري ونحن رح نضربك لحتى جيم يتورط بالقصة وهو يوقف على هالشي مشان المصاري. هيك ببساطة. يا ترى مين جبره يعمل هيك؟ مين اللي ورطني؟ تمام أنا لازم أمشي، روق شوي، رجع على البيت تحمم وأنا رح حل القصة. لوين رايحة أنت؟ بدي روح حل القصة، ما تقلق علي. لشوف شو آخرتها. ألو فرهاد، وينك أنت؟ خير دكتورة، شو بصوتك؟ اللي وين أنت وبس؟ نتواجه. وينك انت؟ اعطي الموبايل للاخرس بسرعه. اللي بالاول انت وينك هلا فرهاد؟ ماشي اعطي الموبايل للاخرس. لقال له وين؟ تفضل معلم، وصلتنا معلومة كتير مهمة من رجالنا. شو المعلومة؟ النائب يجيت أصلان عم يتحرى عن حضرتك. النائب يجيت؟ شو بتأمرنا نعمله معلم؟ بترحلي على بيته اليوم المساء وبتترك له ملاحظة. أمرك يا معلم. شوف انت كيف بتعمل هيك؟ جاوبني فورا، كيف بتعمل هيك؟ كم مرة لازم اقول لك انه ما تصرخي علي؟ انا بصرخ وقت اللي بحب فرهاد. لا ما بيصير تصرخي. هلا اللي كيف انت بتعمل هيك باخي؟ اخي ما عنده حلم تاني بالحياة غير انه يكون ضابط بالشرطة، كل اللي بيهمه هو وظيفته. انت بتستمتع وقت تمحي احلام الناس وتخرب حياتهم كلها؟ معقول تعمل هيك لانه تجرأ وقال لك انه رح يفوتك على السجن؟ ليش شو تغير؟ من أول يوم شافني فيه هو عم يقول بده يدخلني على السجن. ليش عملت هيك لكان؟ قليلي أنا شو عملت؟ ليش دمرته؟ فهميني بالأول شو عم تحكي؟ ما عملت شي مع أخوكي. اركبي السيارة وامشي، رح نرجع البيت.